أرحبكم جميعا بالله وأشكركم حضوركم لكم. طبعا هذا هذا البسيط أنه بده يكون عنده واحد طابعة خصوصية أساتذة اللي كنا معنا في التحية لمدة أربع سنوات أصدقاء ديالو أستاذ المدراء يكون قاعد كيعرفوا جميع الآباء طبعا هذا مثال بزاف ديال الأعضاء أعتذروا لي أن عندهم مشكلة أخرى ما كانت شي مشكل وكيعرفوا على الجميع على رأس جميع الآباء على الأعضاء الآخرين في المكتب. في البداية نحن نستفتحي المناسبة بهذا الاستجمام ما في كان شعور بزاف على الشخصيين لأن كما كتعرفوا إخواني رام الكبار أنا أستاذ مدة 28 سنة من القلب أستاذ المسؤولية في الإدارة حاجة صعيبة استفتحي كان نعم أستاذ نعم الصديق ونعم الأخ كنعتبرو مكسب لأن كنت نتمنى نتعرف عليه قبل ولكن ما ضروش أننا نتعرفوا في الإدارة درت أربع سنوات العام الكلام والله بديت نعتبر بزاف زعما السي الفتاحي هو الشخص اللي نتمنى يكون صديق ديالي الحمد لله واحد الإنسان طيب إنسان إداري القانون زعما تعلمت منه أشياء كثيرة وكنشكر بزاف أنا في ميدوكا مخدمة تجي من بعدها ياك إن شاء الله وطبعا الحال منذ أربع سنوات مرت حال رمش العين ما حسيناش بها أنا وياه منذ أربع سنوات انسجام تام فريق متكامل الحمد لله ولو مرة واحدة وقع لنا شهادة على شهادة أبدا سيفتحين معروف دائما بشوش مبتسم انا بالعكس انا سريع الخاطر هو كبير ومثل دائما كيردني دائما كيردني ولهذا كنشكر بزاف سيفتحين مسيره واخا قصيره ربع سنوات قصيره جدا ونتمنى ان نستمروا سنوات اخرى ولكن محمد انا كنستريح جندي وجدو جهد معتبر ان الخمس ديالو شيء حكيم جدا عقلاني تبع القانون الى اخره المؤسسه وصلت على رجليها ومشيت الحمد لله وراه غادي دائما غادي نمشي نستمر ان شاء الله في امن وامان. طبعا الحال اخوان اساتذه حتى هما غنقولوا واحد الكلمه ديالهم ولكن قبل ما نختم لان الكلمه انا لست بخاطئ ما كنقولش خاطر بزاف كنقول لك شيء كان في القلب ديالي مباشره على اللسان ولهذا كنعلمني مره اخرى استفتحي والسلام عليكم ورحمة الله. ويحاولوا ممكن يفعلوه باش يعني يكون واحد الافاده
للمنطقة ويعني للأجيال القادمة، لأن فعلا راكم واحد التجربة كبيرة. كيف تعي ربما كتخوني بالكلمات باش أنه عبر على الأحاسيس ديالي وعلى أربع سنوات اللي عشتها مع السي فتحي، ولكن راني نحاول نقول واحد الكلمة مقتضبة باسم الجمعية اللي مكتب ديال الجمعية كلفني باش أنه نقول واحد الكلمة مقتضبة يعني مختصرة في حق السي فتحي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السادة الوزراء المحترمين، سيد الحارس العام، السيدات والسادة الأفاضل، الأساتذة الأفاضل، السادة الحضور الكريم، سيد مفتين موقع عرفي، إنه لا من دواعي الغبطة والسرور أن نتواجد في يوم الثاني هذا الذي تنظمه المؤسسة الكريمة للسيد مدير بلدية الأهداف الأستاذ محمد المتحي، الذي ينهي هذه السنة خدمته بعد مسيرة حافلة للعطاء في ميدان الشرق، ميدان التربية والتعليم. وإننا ولنكرم اليوم ولمدرب هذه المؤسسة العزيزة وله في قلوب سكينة الدهتار عموما كل المحبة والتقدير، فإننا ننطلع إلى أثر تقليد الحضاري يكون فيه الاكتفاء بأهل الفضل والعرفان بحق كل من أسدوا خدمة خدمات جديدة للمنطقة واجب الله أصلا من تأديته ونهجا لابد من مواصلته ومسيرته. السيد المدير المحترم، إنها لحظة مؤثرة جدا أن نودع شخصا عزيزا عشنا معه أربع سنوات في تاريخ هذه المؤسسة التي نعتز بها، فقد تقاسمنا أفرحها وهمومها وسعينا جنبا إلى جنب إلى توفير أكثر الظروف لتحصيل جيد لتحصيل علمي جيد لأبنائنا، ولعل ما تحقق من نتائج لشاهدة على ذلك التجاوب الملفت والتعاون بالناس لصنع جيل متميز أخلاقيا ومتفوق دراسيا. فقد كنت أستاذ الكريم تتواصلون معنا باستمرار وظلتم مستجيبا فورا لمطالبنا، وكنت تعتبرون الجمعية دوما جزءا من الحل لما نتقسمه معا من انشغالات، دون أن ننسى طبعا دور السيد كل السيد الحارس العام رئيس بيروج والأساتذة الأجلاء والسادة أعوان الحراسة والسيدة المنظفة ودعمهم المتواصل لجهودهم. فرغم قصار المدة التي جمعتنا به إلا أن لها أثر بالغ في نفوسنا بما تعودناه منك من حسن المعامل وتواضع والإخلاص في العمل وتعاون وكرام الذات وحرصا على سلامة ومصلحة تلامذتنا، كل ذلك على سبيل الرقي في سبيل الرقي بمستوى التعليم المؤسسة التي تعتبر من نتيجة لها وضع سوسيو اقتصادي وتربوي مهم على المنطقة عموما. وفي الختام نتوجه إليكم بأسمى عبارات الشكر والامتنان والتقدير والاحترام لما أثبتموه لإعدادي في الهدارة خاصة ولمنطقة الهدارة العموم من خدمات جليلة في مرحلة من مراحل عطائكم التربوي المليء بالضحية والتفاهم في سبيل أداء الأمانة، ونسأل الله عز وجل أن يكرر جهودكم السابقة بالسعي المشكور والذنب المغفور والأجر والثواب، وإن الله وإن وأن يبارك لكم فيما تستقبلون من أيام عمركم. وقل اعملوا ما سيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة ينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبالمناسبة كنشكر فرحت عاوتاني لأن الاستمرار هو اللي كل
الساحل كان المدير ديالنا مدة 4 سنوات صراحة سواء في المجال ديال الإدارة أو في المجال ديال الخدمة ديالو ما عمر أبدا ما كان معاه شي مشكل بالعكس كان دايما كيوقف معنا كيسلم معنا لما الجانب الإنساني عاوتاني كان دايما كنلقاوه جنبنا وكنلقاوه معنا إلى بالاسم ديالو بالاسم ديال الأساتذة كاملين كنقول له شكرا بزاف شكرا وما تنساناش مرة أخرى إن شاء الله طبعا نجي دوما نشوفوك ونبقاو على تواصل وما نقطعوش العلاقة اللي كانت بيناتنا هاد المدة طويلة شكرا صديقي وعزيزي الساحلي قلت له قبل قليل انني اعبطك والحقيقه انني اعبطك لان مهنه الاداره مهنه عسيره صعبه مؤلمه ربما لا يقوى عليها الا من تمرس على مهنه التعليم داخل القسم وخارج القسم كنقول لها المراره وكانت من نفس الكروش ان القاء الرياضيه مريحة بمجاورة مهمة الإدارة لأن احنا كان على الزباب وإن كنا ما كنشتيوش ما كنقولوش رابعا أحيانا كنسمحوا في حقنا كنسمحوا في حق ولادنا كنسمحوا في حق الزوجات ديالنا وكنجيو للمساحة ديالنا شخصيا هذه لمدة 3 سنوات وأنا أعرف السي الساحلي وقسما بالله لا أعرف فيه إلا إنسان طيب الإنسان غيور على عمله المتدني في خدمته الإدارية والتطوعية. بعض الأحيان أنا الذي اشتغلت بالإدارة أكثر من 8 سنوات كنت أجد فيه غلطي أعتبره قدوة وكلما اعترضتني مشكلة في التدبير أو تسيير الإدارة كنت أناديه هاتفيا الحمد لله ربي هذه وهذه وهذه إذا اللي غادي نتمنى له السي الساحلي نتمنى له العمر الذي بين أبنائه وأسرته وأحفاده إن كان له أحفاد وكنقول له اللي غادي تخرج من هذه المؤسسة انفضلت مزيان وقول الحمد لله معك وقول الحمد لله أنني خرجت بصحة وعافية نتمنى لك طول أمل إن شاء الله وفكرت شي حاجه بيها ما تبقاش في المستحيل ما تبقاش في الكلمه الضعف واتوصيو من الهم من يدنا الله يخلي فرصه وخلي تتبدل سعرات من يد الدور هذا من المغرب ان شاء الله هذه بدل المسحه وما احوجنا الى مثل هذه المسحه نتمنى ان شاء الله نلقاوك في ساعه اخرى نتلاقى ونشربوا قهوة ونهضروا في مسائل أخرى وأعتقد أن أشياء أخرى الآن غادي نتفرغ ليها إن كان لك أبناء فكنقول من صميم القلب ديالنا الله يوفقهم في قرايتهم والله يفهمش عليهم وعلى أعتقد أن السي الساحلي غادي ينسى له غادي ينسى الأساتذة ديالو المؤسسة ديالو وأعتقد أنه في كل طور لنا لقاء معه وشكرا شكرا لكم جميعا أذكر واحد الاستشارة كنت عندي نوع الاستشارة وفي عندي كانت استشارة في عندي واحد الوليد كان في السابعة وحدة كان الحال ديالو ما بقاش يعجبني بسبب الصحبة وكبار وجدة واتساعها اللي تلاحظ فيه المستوى ديالو بدا ينخفض الصحبة بدات تقطع عليه أنا خدام هنايا الأم ديالو لا يمكنها أن تشرف على كل شيء كانت واحد النصيحة من السي الساحلي وكانت واحد النصيحة لحد الآن لن أنساها لا أنا ولا السي الساحلي لأن أصلا لا يوجد السي الساحلي على عقل السي الساحلي في السي الساحلي باش نزيد مثال باش نستعش الفرق القديم ديال اللواء السي حسن فضل قلت أنا عندي واحد الوليدة في السابعة ونجحت ثامنة ولكن إذا بقى لي الناس في الشارع غادي يدير عليهم باش نستعش أنا نفكر نجيبوا الإهدارة أنا الإهدارة ما كانش أساتذة تقنقرباوي ممتاز ولكن في التدريس ما كنعرفهاش انت مدير وانا مدير قولي بصراحه واش نجيبو الدي ولا نخلي فوشتا للامان اقول ماذا كان جوابه قال لي جيبو بلا ما تشرب قلت انا قولي هي التدريس هي خدينا غادي تعرفها قولي هي التدريس قال لي هي التدريس عندي بدون استثناء
كلها شابة تقع شاب عندي ومفعم بالحيوية ونشيطي. هذه الكلمة هي التدريس قالها حقكم وهذه وسجل هذا وفعلا وجدت مدة ديالي هنايا ولبست هذا الشيء إدارة ممتازة وهي التدريس باسمي كآب يعني كم يجي لكم الشوق أم دابا ما كان يجي الشوق كان يفتح يفتح راح نشكر ما فيه كفاية أنا كآب كان يجي الشوق هي التدريس التي تشرفوا على تدريس ابناء هذه المنطقة فعلا إعدادية نموذجية وهي تدريس هيئة شابة ممتازة بدون استثناء وهذا الشيء نسبه خلال تتبع المشوار الدراسي ديال الولد ديالي وفعلا لقيت بأن الثمرة ديال الأساتذة كانت ثمرة مثمرة وعطت واحد الفاكهة لها طعم لذيذ ورائحة طيبة نتمنى لكم والدتي باش نشوف هذا إذا من أوطينا لكم هذه المناسبة كنشكر السي مفتاح الاستشارة اللي فعلا كان في المستوى كنشكر هي التدريس التي خالص بهذا المجهود وعزمنا انا واش انا نتمنى تحيه التقاعد المهري نتمنى لواحد الحجه ان شاء الله وكما قال سي عبد الرزاق يبعد على الدار يشوف يشوف الاحباب نتمنى لواحد الحجه ان شاء الله ويبدا الفراغ ديالو بواحد راه كاين شي لا يندى وانت انسان عملي وما عرفتش انت كيكون عملي راه ما كاينش إذا الإنسان شي حجة وشي عمل إن شاء الله في مجال الثقافة ولا الطبابية المهمة إذا أخو شكر سي فتاحي وأخو شكر كلاس لهيئة التدريس والآن أنا كنت أريد أن فيكم عند سي توما من سي فتاحي إن شاء الله يكون شكرا مرة أخرى غادي سيستقبل هذا الكل تدعي هيئة التدريس على دعم عزمنا اللي كيبقى ندير تمشي سي فتاحي كان سي إبراهيم عاود الحمد لله سي إبراهيم لأن أنا تستعين وقتش أنا سي إبراهيم كنت كنعرفه كنعرفو غير على مادة السبع كنسمع سي إبراهيم سي إبراهيم سي إبراهيم وفي هاد الشيء كيتعاملنا وكذا كيتو بأن يعني هاني لهم السي المدير أقول لهم هاني لهم السي المدير سي إبراهيم وهذا هو العداء ديالنا مش سي إبراهيم كنا على شي حاجة ما عرفش عليها كنت مصطفى كنت حاجة كيف ما كان كيف هي تدير تبارك الله بحال هاد وكان قام مدير حال ولو تحكي هو غادي يكون ممتاز وشكرا لله على هذا يا شكرا 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 يا شكرا
تلتحف كي كيجلس معنا في القهوة إنسان شعبي عادي متواضع قلبه هرعش ولكن كان هذا اللي كان يبقى 82 83 كان بروموسيون 84 شكرا لك على الله أنا شو بغرا نتكلم معكم نتكلم معكم حكاية غير ستبدأوا بفصول حياتي بصفة عامة غنولي العمر ديالي الأول قبل دخول مدرستي ربما خمس أو لا أكثر من كذا في إحدى قرى جبلية بإقليم الحسيمة كنت أعتقد أن العالم كله هو ذاك القبيل لا أقلو العالم لا أعرف شيء آخر وكان والدي موظفا بالمحكمة ولأول مرة أسمع من هذا الاسم أن القاضي الذي يشتغل في تلك المحكمة هو من كبدانة من كبدانة في ذلك العمر إذ بدأت أعرف أن هناك عالمين عالم قريتي وعالم كبدانة ولكن أين تقع أين توجد لا علم لي بالطبع سارت الأيام درست الابتدائي أو جزء من الابتدائي في مدينة تطوان بدأت أعرف أن العالم يتوسع أكثر ونظرا لي وظيفة والدي أطال الله في عمره انتقلنا جميعا إلى مدينة النظر في بداية سبعينات القرن الماضي يعني تخيل دابا 50 عام وأنا أدرس في الابتدائي بمدرسة ابن خلدون كان يعجبني جدا أن أذهب إلى منطقة اسمها سيدي علي ربما كنت أعرفها كلكم قرب البحر ويعجبني أن أتأمل في جبال كردانة لماذا لا أعلم بدأت أعي أكثر وأتعامل جميع الأشخاص الذين تعاملت معهم وأنا صغير صاحب دكان صاحب الجزار صاحب يعني كلهم كردانة أغلب أصدقائي وأغلب معارفي وأغلب الأشخاص الذين تعاملت معهم في صغاري وفي طفولتي هم كردانة ولا زال لدي أصدقاء أعز الأصدقاء من كردانة ولا شك أن في سعيد يعرف وكلكم تعرفون الشواطئ تبقى هو اللي كنت كتدرس فيها الجوارة كردانة لا عندي ارتباط عاطفي بهذا المنطقة بعد دخولنا الوظيفة درست في أو قبل التدريس في علمكم أنني قضيت عملي في 12 مؤسسة إذن اشتغلت في 12 مؤسسة لم أكن أحب الاستقرار في مؤسسة فأنا دائما يجب لي أن أتحرك في مؤسسة من التدريس في إعدادية الكندي والتدريس في إعدادية ابن خلدون الثالثة إلى العودة من جديد إلى الناظور ثم الانتقال إلى مدينة العلوي كحارس عام والرجوع إلى ثانوي عربنا الإعدادي أو ملحقة بتومة ثم الانتقال إلى تطوان انتقلت واشتغلت في تطوان ولكن ألتحن قليل من الزمن فقط شهرين في إعدادية ثانوي في تطوان وعدت بظروف معينة إلى تومة ثم بعد ذلك انتقلت إلى إعدادية إصفهان ولم أكن أعتقد أبدا أنني سأأتي إلى هنا حتى ظهرت بعض المشاكل أو بعض ما لا داعي لدخول التفاصيل إذا ظهر أن هناك منصب إداري في حد المكان وفي الهدارة فلم أتردد مطلقا في أن أترشح لمحمد للوصول إلى هذه الإعدادية وفعلا وفقني الله وأشكر الله سبحانه وتعالى أنني أنهيت عملي بين كبدانة فشكرا جزيلا لأصحاب كبدانة وهذه أقولها بكل وضوح وسأبقى دائما ما حييت أنني سأبقى مع كبدانة لا أخضر وأقولها إن عندما دخلنا إلى العمل أو عندما جئت للعمل لا أريد أن أتحدث عن شيء فما يقوم به الإنسان هو عمله واجبه الذي لا بد أن يقوم به التقيت مع شخصين بالإضافة إلى طاقم لا داعي لشكره فما قاله الأستاذ منذ قليل
نبيل خير دليل على كفاءة هذا الطاقم. التقيت مع السي إبراهيم كيروش جزاه الله خيرا، فكان نعم الأخ، نعم الصديق، نعم المساعد. وكما التقيت قبله بأسابيع بالسيد سعيد مختار قبل أن يكون عضوا بجمعية الأباء، جاء وزارني الإعدادية التي كنت أشتغل بها، وبدأ يعد معي العدة لافتتاح هذه المؤسسة، وفعلا افتتحنا هذه المؤسسة وانطلقت الدراسة. أريد أن أختم كلمتي بتوجيه كلمة لأبناء الشباب الذين يدرسون، الذين لا زال عمر أعمالهم إن شاء الله طويل جدا، فأقول لهم أن هناك آية قرآنية، آية كريمة يجب دائما أن نضعها مبراسا أمامنا، وهي بسم الله الرحمن الرحيم: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إذن هذه اللافتة التي أمامي وهذه الحفلة العظيمة، أنها عظيمة بالنسبة لي، هي دليل على أن هؤلاء المؤمنون رأوا أو قدروا العمل المتواضع والعمل الذي خدمناه جميعا في هذه المؤسسة، فلولاكم جميعا لما كانت هذه المؤسسة ناجحة بشهادة السيد والد أحد تلامذتنا والسيد مدير المؤسسة. فأنصح أبناء الأساتذة بنكران ذات العمل، لا تفكروا فقط في المصاري، ولكن فكروا في أداء الواجب لله وليس لأحد. إذن يكون دائما أمامنا أن نحرر أمانة ربنا لكي يتقبل من الله عملا. إذن فأشكر الآن جميع هؤلاء الحضور وجميع الذين ساهموا في أداء الحفل التي كانت مفاجأة عظيمة. حتى إبراهيم يبغي أقول لكم الحقيقة، ليس عندي عمل جد مهم في مدينة النظر، كنت لا أريد أن أحضر اليوم وتركته يقوم بمهمة معينة، لكنه فاجأني بهذا العمل. إذن فأنتم أولى بالحضور وذلك العمل يتأجل إلى بعد. إذن فنصيحتي للأساتذة عليكم أن تأخذوا دائما الآية الكريمة وقل اعملوا، لأن الله سبحانه وتعالى سيعملكم. وقبل أن أودع هذه الدلة من الأساتذة والسيد إبراهيم، أريد منكم طلب واحد، وهو أن تحضروا معي إلى هنا، لكن أخيرا نأخذ صورة جماعية، وأطلب من السيد المصور أن تكون هذه الصورة، أن تسلمها لي لكي أضعها في إظهار كبير حتى يفعل هذا الطاقم نموذجا للحيوية وللعمل الجدي في مصلحة المنظومة التربوية. فجزاكم الله خيرا جميعا.